شمائل النبي صلى الله عليه وسلم اثنين المعجزه المعجزه هي ما يجري الله سبحانه وتعالى على يد رسله من امور خارقه لا قدره للبشر عليها وذلك تاييدا لرسله وحجه على قومهم الخصائص الخصائص هي عندما يرسل الله سبحانه وتعالى الرسل الى اقوامهم يخص كل رسول بخصائص ذلك الزمان. خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. اولا الرساله والنبوه، فقد اختصه الله سبحانه وتعالى بان يكون رسولا ونبيا لجميع الامم. اثنين نزول الوحي والقران، وقد نزل الوحي والقران على الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يسبقه احد بذلك. ثلاثه تغيير القبله والاسراء والمعراج وكانت هذه أيضا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسبقه أحد عليها. أربعة: سيدي ولد آدم يوم القيامة، تابع أيضا لخصائص النبي صلى الله عليه وسلم. خمسة: أول من ينشق عنه القبر. ستة: أول شافع وأول مشفع، أي أول من يسمح له بالشفاعة عليه الصلاة والسلام. سبعة: وصاله في الصوم، وأيضا لم يسبقه احد في ذلك، فقد واصل النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى ذلك ان يصل يوما في يوم اخر. هذا اجابه ما معنى الوصال، اي وصال صيام اليوم بالذي بعده دون الافطار بينهما. من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم القران الكريم وهو اعظم المعجزات، فقد تحدى الله به الانس والجن ان ياتوا بمثله. اثنين كسر ساق عبد الله بن عتيق رضي الله عنه، فقد انكسرت ساقه ومسح عليها النبي صلى الله عليه وسلم فعادت كان لم يصبها شيء. ثلاثه انشقاق القمر فرقتين، فقد كان ذلك ايضا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم ان انشق القمر فرقتين. اربعه رمد عين علي رضي الله عنه، فقد مرضت عينه واصيبت بالرمد فبصق فيها الرسول صلى الله عليه وسلم فبرئت كان لم يصبها شيء تابع ايضا معجزات النبي صلى الله عليه وسلم تكثير الماء والطعام فقد حدث ان الرسول صلى الله عليه وسلم يوضئ في اناء صغير وذلك يوم الحديبيه سنه سته للهجره فاتى الناس اليه يخبرونهم بانه لا يوجد ماء للوضوء ولا للشرب فوضع يده عليه الصلاه والسلام في هذا الاناء فجعل الماء يفور بين اصابعه كامثال العيون حنين الجذع وكما نعلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الى جذع وكان يخطب الى ذلك الجذع فقال رجل من اصحابه عليه الصلاه والسلام يا رسول الله هل لك ان نجعل لك منبرا ثم تم تغيير هذا المكان الى المنبر فبكى هذا الجذع حتى نزل الرسول صلى الله عليه وسلم لتهدئته. سبعه انقياد الشجر وهذا ايضا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم فقد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم عذقا من نخله فاتى هذا العذق ينقاد للرسول صلى الله عليه وسلم ثم امره بالعوده. ثمانيه الاخبار بالاحداث المستقبليه ونذكر مثالا على ذلك بانه اخبر صلى الله عليه وسلم عن مصارع القتلى يوم بدر، فكان يشير بيده الى المكان ويقول هذا مصرع فلان. الملخص لدرسنا شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وعرفناها وذكرنا امثله على خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قلنا انها اشياء اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم. مثل الرساله والنبوه، نزول الوحي والقران، تغيير القبله والاسراء والمعراج. شمائل النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا تعريفها بانها هي الخصال الحميده والطبائع الحسنه وتتناول الشمائل الصفات الخلقية والصفات الخلقية وذكرنا امثله على شمائل النبي صلى الله عليه وسلم من جمال ووصف وهيئة ورائحه وقوه ونشاط يختص بها الرسول عليه الصلاه والسلام دون غيره